الأحلام كانت هيك عصفورة طايرة وكذا، يعني شغلات بتحلم فيها لهذا. وبعدين أنا عندي خيال واسع، وبلاحظ إنه في شيء عندي بيروح لبعيد. لهلا أحلام اليقظة بتاخذني، يعني لسه لهلا ما له عاجبني كل شيء واصلت له، لسه بدي شيء ثاني. والله بقى موحق بقى. يعني بقى ماما ما كان بدها، بس انا لما اصريت بعدين انا شوف انا بشهر من السنه من السنين بعد غزل البنات طلعت، كان بدي اسالك، طلعت اخذت 90 ليره. كنت تاخذي مصروفك من ورا بس مصروفك؟ ايه بهذا الشهر. يعني اشتغلتي كذا شغله خلال هذا الشهر؟ يعني لا، انا بعرف انك اشتغلتي وقتها بغزل البنات، بس اشتغلتي ببيع الثياب. لا هذا شيء ثاني، هذا ضليت سنتين. هلا الشهر هذا بالصيف لانه فيني انا اشتغل بالمعرض، فاشتغلت هذا الشهر. ايمو هذا كبه معي. اوكي. ايه بعدين انا اشتغلت لما رسبت بالبروفي. اوكي. لامي ما في وحده بتقعد بالبيت، يا بدك تشتغلي يا بدك تدرسي. فانا اشتغلت عند مدام جورجيت الباريسيه، خياطه مشهوره كثير، كنت اعرض الازياء للزبائن وبيع. كيف كان عرض الازياء قبل مثل هلا؟ يعني في لا اشوف لك انا بمهرجان القطن بحلب مشينا على المنصه وهذا مره ومره بكازينو دمشق الدولي كمان عرضت. اما اكثر العروض كانت بقلب المحل للزباين اللي بيجوا من 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 الخليج. على سيره ال الغزل البنات وكذا، بوقتها ما كان في دليفري؟ لا ما كان في. شو هي الدليفري؟ يعني بده يغسل البنات ووصله للبيت؟ انا ليش عم بقول لك هيك؟ ايه؟ لان بدي فرجيك على فيديو لفرجيك انه في ناس اوقات هلا بعصر الدليفري، بس صار في دليفري. ايه بيقولوا الواحد انه اوقات واحد بس يطلب دليفري بيطلعه من ثيابه للي طالب منه دليفري. ايه بجننوا اكيد، بجننوا مثل عباس اللي معنا. يي هذا اللي شو اسمه عرفته؟ ايه عرفته. عرفتيه؟ ها دمه خفيف كثير، بس هيك شو اسمه؟ كربوج. كربوج. ايه. كربوج. شوفي شو عم. طيب اوكي. هوا تشيكن بونجور. ايه الو مرحبا. تفضل. هوا؟ نعم هوا تشيكن جبال معك. انتم بالجبال؟ ايه. نحن بناخذ من عندكم كميات على بردان. لايك بدي اسالك قديش كيلو الدجاج عندكم الفروج؟ الفروج كيلو الفروج؟ ايه 575. 575 بلا شيء، يعني بلا ريش وبلا شيء ميت؟ ايه اكيد مذبوح ومنتوح خالص جاهز. طب اذا انا بديهم عايشين من عندكم، لانه عم باخذهم من عند حرقوس مزرقين خيو، انا ما بدي هذا الشغل كله. بياخذ مشاريع، انت اي منطقة موجود؟ انا بفردان. بفردان. اقرب شيء عليك هو تشيكن المزرعه. ما بحبه لهذا. انا معود اخذ من عندكم من هونيك من جبال، ناخذ كميات نحن لفوق على الضيعه، بس هلا بدي اياهم انا لبيروت لتحت. انا ما في وصل لك على فردان من جبال. واذا بدي اني اخلي حدا يوصل لي اياهم، قديش تحسبوا لي الفروج العائل؟ منه مذبوح، انا بدي اذبحه.